تعالى. طبعا اليوم راح هنسوي هذا التحدي صراحة كلش عجبني، انه لازم نعرف الشخصيات من العيون. فهاي اول شيء عندنا، قلت هذا الفيديو حلو، انا ما شفت العيون بس شفت الفيديو قريت شو المكتوب وهنوب قلت خلي ادور لانه يعني حلو. هذا هو الفيديو، فيلا يلا اوكي. سنعرض عليك صور اليوتيوبر تسحق النقطة لنب. انا اقول رقم واحد، ايش يقولون؟ انا اقول رقم واحد. يلا باقي 5 ثواني وخلص تهنا من جوا. صحيح رقم واحد نارين بيوتي، عرب ما ليش بس نارين بيوتي. سنتر حما يطلع لنا ما شنو. اوه بنسان اسمان بنسان، انا اقول اول واحد. اول شيء هذا اول شيء يس بنسان اسمان. يلا بنسان اسمان. اوه انا اقول ثاني رقم. بسم تفعلون، انا جاوبت على جوابين. صار عندي 3 اجابات، انتو كتبوا لي بالكومنتات كم اجابة صارتكم. انا 3. اوكي هاي رقم 3. لا أصالة مالح، أصالة مالح، أصالة مالح. رقم 2 هذاك ما جاوبت عليه، قلت رقم 3 سدي. شوف رقم 2 يس، صار عندي 4 نقاط وغلط واحد. وانتو قلوا لي شنو هذا قد جاوبتو. نور تاس. رقم اثنين سهل. لا رقم واحد ما فاتني. نفس الشيء لا اقول يا رب نفس النظارة. اول مرة ما اعرف صراحة، صار عندي غلطين و4 نقاط. خلي اركز شوي. الرقم واحد خشوفه. انا اقول رقم 3. ايش تقولون؟ انا اقول رقم 3 لان سهل صراحة. سكينة لان مبين من الحبوب اللي حطتهم عليهم على بشرتي صراحة. نسيت من اسمين ختمة كبيرة مع ريان وريانو الرغود. صراحة عرفت انها رقم 2 لانه سهل. اوكي رجعتلكم، انا اقول رقم 2، انتو تختارون، انا اقول رقم 2. يلا يلا يلا. صحيح شيرين بيوتي سر اخت نارين. نفس الشيء هي جايه نفس الشيء. هذا صعب، لحظه هاي صعب بالولد.
باقي 3 ثواني يا ربي. أول شي فولورز، ما شنو اسمهم، بس رقم 1. قولوا لي انتوا عاليين ايش قد مجاوبين، وانا جاوبت على ما شفته. اوكي في العين الثانية. توب باخر دقيقة وقفت. انا اقول رقم 3، اخر واحد رقم 3. روزة. رقم 3. اوكي. هسه نشوف الشيء الثاني حتى نخلص الفيديو. اوكي والله انا ما عرفت صراحة، بس انا قلت بقلبي رقم 3 غيث مروان. اوكي شوف شو قد يخلص الفيديو طويل العريس يا سده. يراد ان تفكير. يسو شنو يسو؟ بس انا قلت صراحة الرقم 2 وطلع غلط، طلع رقم 3 ميلو صراحة. لحظة اخر واحد اسو، مو اسو اصلا، هي من الساعه طلعت لنا اسو بيوتي شيرين بيوتي، يمكن ها شيرين الثاني. انا اقول رقم، والله انا اقول رقم 2، رقم 2. يارا عزيز. أخيرا إذا أنت جاوبت تقولوا بالتعليقات. رقم ثلاثة لأنه سهل نبين كل شيء. يس بكي اسمها، بكي ما أعرف شنو من اسمها هذا. أوكي وبس، إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، وبس باي، واشتركوا بالقناة.